عندنا مثل سوداني بقول لك يعني أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أخوكم السماني آدم حامد مالك أنا كنت صوفي، كنت صوفي وكنت ماخذ الطريقة السمانية وماخذ الطريقة القادرية، طريقتين يعني، وكنت مقدم في الطريقة السمانية، وكان عندي كل يوم اثنين ليلة، كل يوم اثنين بدق النوبة جنب البيت وبنصب الرايات وبسوي الفتة والبليلة وبجمع الناس في الحي عشان يجوا شنو يذكروا الله بالنوبة وينفطوا. قيوم حي قيوم بالنوبة دينجد 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 ده كله كنت قاعد أعمله. عندي خيمة في المولد سويت السنة واحد منه وتاب الله عز وجل علي وتركت التصوف. نعم تركت التصوف بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة. تركت هذا المنهج المنحرف. والله يا أخواننا الصوفية دعوة إلى الشرك بالله. وعالم نبات الأرض كم هو نابت لا إله إلا الله، وعالم موج البحر كم هو موجته لا إله إلا الله، ولولا رسول الله في الآد سابقا لا إله إلا الله لأغلقت أبواب الجحيم برحمته لا إله إلا الله. دعوة إلى البدعة والخرافة. أي والله كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا هنا أن إحنا كنا بنعتقد عقيدة عديل. شفت كيف بناديهم بناديهم بل بيكون حيبا ناديهم ميتا أو حيبا ناديهما. دي كنا بنعمل عديل يعني. أنا مشيت قبب ومشيت زيارات جوا القبة أنت بتطوف زي طوافك بالكعب. حاجة شفتها بعيني وعملتها الحمد لله ربنا تاب علي. بنطوف وبنسأل الميت بنسأله النفع. أقول الشيخ حسن وتحسونه سنتك داير يحيوها وماشيين على طريقك وعلى الطريق الرصد لهم فاعط كل سائل يتسول أصرف لنا من هنا. أقول الشيخ أحمد أصرف لنا من هنا سهل الزيارة وبنستعيد منه من الضرر. الميت الشيخ بنعتقد فيه. كنا بنعتقد كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا ديل والشباب ديل جزاهم الله خير وبينوها للناس. ممكن المنهج بتاع بيان يكون فيه غلظة وشدة لكن هو عنده دليل على الكلام ده، عنده دليل إنه يبين بهذه الصورة. والله الكلام ده كله كنا بنعتقده وكنا بنطبقه وبنعمله. أخطر عقيدة كنا بنعتقده إنه ال- 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 الشيوخ بيعلموا الغيب. الشيء جاي في الأيام دي أنا ما بعرفه لكن أقول الشيخ بعرفه إنه الشيوخ بيعلموا الغيب. والكلام ده يعني أصل له البرعي في قصائده زي ما قال قوماك نزاور للأولياء الأكابر منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن. قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. يعني كنا بنعتقد إنه والله الشيوخ ده بيعلموا الغيب. واحد عنده مشكلة عنده حاجة رايحة له بيمشي لمنه للشيخ عشان يسأله إنه يرد له حاجته دي أو يقضي له الحاجة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شنو؟ قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله الصوفية دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. كلام ده أنا مجربه. ودعوة إلى البدع يعني أنت بتذكر الله بالنوبة كيف يعني. أنا داير أعرف النوبة دي كنا بندقوها بننطط لحد ما العرق يكب. حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله يعني حاجة استهزاء بالدين يا أخي. أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقة؟ أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقة؟ أنا لما خشيت ذاتي لا وسطة. أنا لما خشيت بنية التمسك بالدين صحي. أنا أبوي صوفي وعندي أخوي في البيت صوفي جد كمان. يعني أنا إحنا حينا كل صوفية وبنمشي الزيارات في الصابونابي هناك عندنا في ولا السنار. أنت كيف؟ الكلام ده عندنا يعني أنا إحنا هناك. بس الأخ قال أنا من أسرة صوفية لكن أنت ما تعمقت في التصوف. أنا تعمقت في التصوف. كنت مقدم عديل بلبس جلابية خضراء عندي رايات عندي نوبة عندي خيمة بتاعت مولد كمان خيمة بتاعت مولد يا أخواننا تخيلوا. أيوة والله
فشفتوا يا اخواني الكرام الصوفيه دعوه الى الشركه، انا بقول لك قاعدين والله.